السلام عليكم. عاينة وفد من الكاف في يوم الأحد الماضي، هذه يومين، ملعب 5 جويلية، وذلك يعني دراسة إمكانية عودة ملعب 5 جويلية لتنظيم مقابلات الشان. إذن يعني الأرضية كانت جيدة جدا، وبقات بعض الرتوشات يعني في الملعب. إن شاء الله تكون يعني الجزائر يعني جاهزة، أتم الجاهزية لاستقبال هذه الألعاب، وإن شاء الله كذلك تكون مثال يعني جيد ويعني مهم لكي نقدم يعني ترشيحنا لتنظيم البطولة الإفريقية للأكابر في سنة 2025. والسلام عليكم.